طبعا اكيد الفريق مر بظروف بدايه الموسم، بعدين ادينا مستويات جيده وفي كم مباراه يعني ما ادينا عدل، ولكن اتوقع الفريق رغم الغيابات الحين رجع نص الفريق وان شاء الله نكون جاهزين باذن الله. اول شيء طبعا انا سعيد بتواجد النادي العربي، اكيد نادي كبير وطموحاتي كبيره طبعا مع النادي، وان شاء الله يعني ادي المستويات الافضل في الايام القادمه. لحد الحين ما اديت المستويات المطلوبه، وان شاء الله الجاي يكون افضل مني ومن باقي زملائي ان شاء الله. بالعكس اشوف النادي العربي طبعا احنا مرحله مقبلين على مرحله جيده ان شاء الله، خصوصا مع اكتمال عدد اللاعبين. اشوف ان عندنا من افضل عناصر في 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 الدوري، من بين افضل عناصر يعني، وان شاء الله نكون قادرين على الصعود في الفريق مراكز اعلى ان شاء الله.